متابعي راديو أما، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. قال العاهل المغربي في خطاب بمناسبة عيد العرش إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك. كما اتهم محمد السادس أطراف إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وعن الحدود قال الملك محمد السادس إن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. أكدت وكالة الأنباء الجزائرية إن المزاعم التي تروجها بعض الأطراف بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات والمؤسسات المختصة. كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أنه سيجري إطلاق إنجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1000 كيلومتر لنقل خام الحديد من غار جبيلات تندوف إلى بشار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. وجاء تصريح الوزير عرقاب على هامش زيارة العمل والتفقد التي أجرها إلى ولاية تندوف والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغار جبيلات. أدانت محكمة سيدي محمد اليوم الأحد مالك المخابر الصيدلانية ميرينا لنبيل ملاح بالحبس النافذ لأربع سنوات عن تهمة مخالفة التشريع في مجال الصرف، وتتعلق القضية محل الشكوى بفرع فابرو فارما التابع لميرينا، حيث تتهمه الوزارة باستيراد وبيع دواء بخسارة. حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تواريخ جديدة تخص برامج المباريات التأهيلية لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وتم تغيير موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة بتاريخ 20 إلى 28 مارس 2023 بدلا من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، حيث تم تعويض تواريخ هذه الأخيرة ببرنامج الفيفا أي إجراء مباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضير المنتخبات الإفريقية المعنية بالمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، في حين أن الجولة الخامسة لدور المجموعات المؤهلة لكان 2023 بكوت ديفوار ستجرى ما بين 12 و20 جوان 2023، فيما تلعب الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات المؤهلة ما بين 4 و12 جوليا 2023. فيما يخص الأخبار الدولية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة لأي شيء، مشيرا إلى أن بلاده سترد بسرعة البرق على أي جهة تحاول التعدي على سيادتها وحريتها، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حضوره احتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس الأسطورة البحري الروسي لليوم الأحد. ولم يذكر الرئيس الروسي اسم أوكرانيا بالتحديد خلال كلمته. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع غاديو تيغي ام بوانت أو على مغرب ام أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، سلام.